طبق البرانيه قال لك زمان زمان إيه؟ كيف حتى تسمى بالطبق البرانيه إيه؟ قال لك كانوا زوج خاوه زوج خاوه كانوا واحد الكبير يجيب الاولاد والصغير يجيب البنات الكبير عنده 5 اولاد والصغير عنده 4 بنات كان دائما يقول لخوه بناتك نديهم انا نقعدوا دائما عائله وحده تلمولي كان يحب خوه قال لك روح يا زمان واجي يا زمان كبروا دراري ولحقوا الوقت تاع الزواج كان كل ما يحب وليده باش يزوجو يجيب لهم بنت خوه إيه؟ 4 اولاد المعزوزي برك اللي جاب له وحده خارجه على العائله جابلو البرانيه جابلو البرانيه ايه علاش قبل بها وما داش بنت خوه ما كاش جاب البرانيه خلاص كانوا خلاص كانوا خلاص كان لازم يجيب برانيه يعني كان لازم عليه يجيب وحده خارجه على العائله قال لك كانوا كسكان ساكنين في دويره وحده كبر الشيخ وكبرت العجوزه كانوا البنات دائما دايرين داله العرايس ديالو في 5 دايرين داله على الطياب كل يوم شكون اللي يطيب كانوا كامل ساكنين في دويره وحده كان الشيخ دائما يسقسي العجوزه كي تحط له الطابله يقول لها شكون اللي طيبت اليوم تقول له فلانه بنت خوك وكي تكون داله العروسه الصغيره تقول له يقول لها شكون اللي طيبت اليوم تقول له بنتك البرانيه يعني تقول له فلانه بنتك هو مسميهم بناته تقول له بنتك البرانيه والصغيره كانت شاطره في الطياب كانت ماكلتها بنينه وكان الشيخ يستلطف الماكله ديالها يعني تجي يحبها يحب الماكله كانت تخدم بزاف هذا الطبق قال لك زمان زمان يعني كاين اطباق بزاف اللي نسبت ليها البرانيه ايه كيما الناس الشرق يديروا بطاطا يقولوا بطاطا برانيه يديروها في الفور ثاني بالزيتون واللحم ايه صح إيه. وكاين ثاني احنا في العاصمه نديروا البرانيه نقدروا نديروها بالباذنجان هكذا لحم غنمي مرقه بيضاء باذنجان مقلي مقلي ونزيدوا نديروا لها نعقدوها بولاد الدجاج والمعدنوس من فوق ثاني واش كاين ثاني كاين ثاني بالقرنون ثاني نفس الشيء وهذه الطفله البرانيه شخصيه حقيقيه ولا اسطوره برك احنا توارثناها هكذا تقدر تكون اسطوره تقدر تكون حقيقه اوكي قلت لك روح يا زمان واجي يا زمان الشيخ مرض ولا قطع الماكله ولا ما ياكلش شتي واحد كيكون مريض من بعد يبدا يرفد روحه شويه يولي يتشهى في الماكله يقول تقول العجوزه واش نجيب لك يقولها جيبي لي البرانيه ماكله البرانيه العروسه الصغيره يدي موندي على الماكله تاع العروسه الصغيره طيب له هذه باسكو كانت تساعده تنتكل طرية وواحد كبير شتي ما عندوش سنان باش ما يكبرش وخفيفة الوصفة عطينا الوصفة اللي الوصفة هي تجي نديروا المرقة ديالها المرقة تجي لحم غنمي يجي فيها الثوم الفلفل الكحل والكروية والحميصة هذه هي انا هنايا زدت لها شويه بصل باش نقص شويه الذوق تاع الثوم يعني اللي ما يحبش الثوم تقدر تزيد لها تريشي شويه معليش نقدروا نبدلوا فيها بصح هذه الاصليه تاعها اللي قلتها شهيتيني صباح الخير حاولنا نلطفي ناكل برانيات نذوق البرانيات حتى الصباح